هلا والله شباب، يعطيكم العافيه، معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه الثانيه من لعبه ميديسون. ولدكم اللي يبدا تضغط زر سبسكرايب وشكرا على دعمكم بالحلقه الماضيه، الله يعطيكم العافيه. اتمنى يا جماعه تاخرتوا صوت دعمكم وخلوا نكمل. بسم الله. اوكي يا جماعه تاخر، خلونا نكمل اخر مره وقفنا هنا. وقفنا يا جماعه تاخر اخر مره افتكر، حلينا اللغز كذا حق صور، فخلونا نكمل باللعبة المرعبة والجميلة ذي. يعني صراحة لعبة جدا جميلة، يعني صراحة يا جماعة الخير دعمكم بالحلقة الماضية كان جميل. يعني قاعد اقرا التعليقات، يعني تعليقاتكم حلوة، يعني شكرا والله لكم من كل قلبي على تعليقاتكم، تسعدني يعني، الله يسعدكم، اتمنى توصلون دعمكم. وان شاء الله اللعبة ذي يعني ان شاء الله راح اختمها بالكثير باربع حلقات. يعني صراحة اللعبة حلوة، وانا زي ما اقول لكم يعني هذه من الالعاب اللي تعجبني. يعني انا احب كذا العاب الرعب والعاب الغاز، عارفين كيف يا جماعة الخير، تعجبني العاب زي كذا. فالحلقة الماضية صراحة كان في اكثر من لغز، اكون صريح معاكم، يعني خلاني اقوم اسخن، عارفين كيف. يعني صراحة كان مستوى الغاز باللعبة دي يعني شوي عالي. وعارفين كيف، اخر مرة افتكر كان في لغز حق صور وكذا، ايوه شايفينه، هذا هو يا جماعة الخير، كانت اربع صور لازم تعلقها. اللغز ده اللي هنا كان في جامع وطرح اشياء زي كذا، فالحمد لله حليناه. اخر مرة افتكر وقفنا هنا، ما شاء الله اللعبة عدت لي بالضبط من محل ما وقفت. حلينا لغز هنا، حطينا اربع صور، فلما حطينا اربع صور يا جماعة الخير الجدار ده الطوب ده اللي هنا تكسر، وخلاص الحين بدنا نعدي من هنا. ابدا ترى ما كان سهل نجيب الاربع صور، صورتين اعتقد كانت اوريدي يعني من اول هنا، وصورة ثلاثة صور اعتقد لو رحت جبتها، هذا ما ادري اثنين، المهم ما كان سهل نجيب بقية الصور. فخلونا نكمل دحين. ايش عندنا هنا؟ اها هذه ولاعة دي ولا ايه؟ لا والله ولاعة، بس استخدمها ليش؟ حلو حلو. يعني الحلقة الماضية انا كنت اتمنى صراحة ان يكون معنا كشاف، يعني معنا شيء قريب من الكشاف اللي الولاعة. انا بس بالله ارخي الصوت عندي شوية، يعني هذه اخر لعبة تبغى تلعبها والصوت عالي. ايش المكان ذا؟ ايش بصمات اليد دي؟ ها بإذن الله انه الولاعة ما لها يعني فكة في حد معين. وقفت بصمات اليد. فرق يا الله. اوكي هذا اول فجع بالحلقة، بس احنا بناخذ يسار ولا يمين؟ والله ما ادري بالله، خليه اروح من عنده، توقع الطريق من عنده او من عنده. اعتقد هذه الجدة يا جماعة الخير قاعد تطلع لنا كل شوية. والله يخاف الطريق مو من هنا، ان شاء الله انه من هنا ما كنت غلطان. كانوا لازم نلف يمين. ها لا لا سيدي، زي ما احنا ما اعتقد عاد اللعبة يعني تحط فجعتين ورا بعض. يعني انا صراحة العب ذي احبها، بس اللي ما يعجبني، اوه انا كاني رجعت ولا مو؟ روح سيد هذه المرة طول اليسار. اها دحين في يمين دحين. يا شيخ كيف كذا؟ في يسار. هل حتطلع لي؟ والله ما ادري. خلونا ناخذ سيدة. ايوه معناته ماشي صح. معناته ماشي صح. لا يا شيخ تحط اليسار. اوكي من هنا ما بدنا نروح كافو، معناته من هنا الطريق. ايوه ماشي صح انا. اوكي اوكي. هنا عاد ما قد جيت. خلونا نروح من عند هالجدة، راحت من هنا. بس اخذت سيده ولا يسار؟ لا وبرضه في يسار كمان. اوكي هذاك اول باب. هذاك اول مخرج. ويلك انا طولت بالمتاهه ذي. هسخه. هانت يا جماعه الخير، هانت. يا ما بدي اروح، شفت لفه يمين، شفت لفه يمين من هنا. حلو حلو سيده زي ما انت. حلو حلو اتبعها، يعطيها العافيه. والله بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله من جد دلتنا على الطريق.
خرب بيت النهاية خربتها، قاعد صارخ الله ياخذها. والله الحمد لله جماعة الخير اني مستعد انه كيف تجي فجعات. يا سلام خسيدة زي ما احنا، يعني حتى انت المفروض تكون مستعدين على اللعبة دي، في اي وقت ممكن كذا تجي فجعة. هل سيد الطريق؟ اكيد انه سيدة. والله هو كاني بأوتلاست الجزء الثاني، كانت زي كذا بغابة كبيرة. بس هذه مقبرة. اتوقع لازم اروح جهة الجرس. اوكي ماشيين صح. زي ما نسيته. يا حبيبي تبغى ننزل هنا؟ نزل لي هنا. انا ما ادري كيف فجأة جينا بمقبرة، يعني احنا كنا داخل المنزل. حلو حلو، ولا على السفيهة. والله مرة عميق، الله يستر. ادري انا قاعد العب الحين، والله ما قاعد تصير شيء. اوكي God. How did I end up here? اوه فين احنا دحين؟ اعتقد اننا بزي الكنيسة اظن. هذا تكلموا على المتاهة اللي كنت فيها. ويلك والله المتاهة اللي كنت فيها صراحة ما كانت سهلة. الحين خلونا نطلع من المكان ذا اللي كنا مهجور. 2022. ولع ذي يلو كاندل. اوكي الشمعة الصفراء دي ليش ابغاها انا؟ هذه زي اللي لقيناها كمان. ايوه نفسها. ليه مكتوب من 2022؟ انا خليني اجيب الشمعة. لا اوه مو كان معه ولاعة؟ انت مو كان معك ولاعة؟ فين الولاعة؟ والله كان معاه ولاعة بس ما ادري. يبغى ندخل بالظلام كذا خبل. طب الشمعة اللي معايا كذا لازم اولعها اكيد. يا جماعة الخير مو لازم اولعها. ما في شيء نتفاعل معاه. هذا شفناه لما طاح هنا، ممكن الولاعة طايحة بالارض. والله ماني شايف شيء. والله شيء غريب، والله كنت مرة يعني معتمد على اللي هي الولاعة. يعني مين معاه؟ شفتوا كيف لما اشوف المخزون ما معاه شيء يا جماعة الخير. بس ادخل لك يا ابو الظلام، خلينا نشوف. اوكي مو مرة ظلام. احنا بالنهار ولا ايه؟ 1987 انا شفت التاريخ ذا قبل كذا، الحلقة الماضية كان مكتوب على الجدار. هو في مخرج من هنا المفروض اني انا اطلعه. خذ لي صوره كذا على التاريخ ذا. في 22 1951 1987. اوه الجد مستحيل انه، معلش يا جماعه الخير، معلش عبد العزيز فتاه من عند الجد، مستحيل انه مولود 1987. يعني إذا مولود 1987 يعني ما يوصل يعني يكون عليه يعني
شايب كبير ممكن 1951 حتى واكيد. نحن ما منتظرين اني امشي كذا بالظلام. ايش رايكم نمشي كذا؟ معناك خلوني امشي كذا. هل لازم اخذ صورة هنا؟ في يسار، اوكي. ما ابغاك تحمض، ابغاك توريني. اوكي سيدة بيمين، حلو حلو. هنا في نور، بس احنا فين؟ اوكي. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. هذا نفس المكان اللي كنا فيه. Sun Hale. Is this her coffin? هذه بين جنازاتها مدسن. Is missing. كان يقول كوفن، يعني أعتقد قصدهم التابوت. ما أدري، ما أشوف أي تابوت هنا. ولا هو مدى أروح من هنا؟ خلنا نروح جهة الأحمر ورا جهة النور الأخضر. الله يستر ايش فيه هنا. والله طيف، والله بيجري. استعدوا، ترى ممكن يطلع لنا شيء فجأة ويفجعنا. خلونا ناخذ يمين. لا لا، روقونا بالله بالمتاهات. حلو، هنا ما في شيء. خلونا نمسك حبة حبة هنا. طيب أكيد يمين ما في شيء. حلو حلو، اجل يسار. اوكي من هنا واضح. اها، الشمع اللي اخذتها يلو كندل. اوكي، وهنا شو نحط؟ المفروض اني هنا اعتقد اجيب الشمعة الحمراء. ايوه حطه هنا. خلوني احطه هنا. وخلونا ناخذ يمين. وخلونا نروح جهة النور الأخضر. خلونا يا جماعة الخير نروح جهة النور الأخضر. من فين كان النور الأخضر؟ يوم من هنا، من هنا. ليه بس خلونا نخرج من هنا. ايوه انا جيت من هنا، ومن بعدين جيت من هنا. الله من جدك عبد العزيز، ما انت قادر تطلع. ايوه سيده، خلاص واضح سيده. سيده يا جماعه الخير. ايوه حلو حلو. خلاص سيده دحين من هنا. عارفين يا جماعه الخير، انا دوبي قبل ما ابدا تصوير الحلقه دي صراحه كنت قاعد اشوف مقاطع اللاعب، صراحه من افضل لعيبه عندي اللي هو رونالدينيو. رونالدينيو صراحة يا جماعة الخير أنا برأيي لما كان فنان، عارف كيف يعني، بعز مستواه والله، يعني أنا أحطه من أفضل 5 لعيبة بالتاريخ. يعني مستوى الفن اللي وصل له والله العظيم إبداع بمعنى الكلمة. عارفين مو له دبل يا جماعة الخير، له دبل ضد في ريال موسم 2007. يعني الطريقة كذا اللي استلم فيها ولف كذا درجة 360 كذا، عارف كيف، ودبل كذا. أقسم بالله العظيم أبدا ما كنت شفت دبل زي كذا. ها اوكي، حتى لازم احط الشمعات. والله يا اجل ما ادري الشمعة دي ايش رجعت، انا على بالي لازم نحطها بالقسم الاحمر. ها يا جماعة الخير، واضح عنده لغز طويل هنا، فان شاء الله راح نحله. وش فيك كيف اخوان؟ والله صراحة انا عندي يعني رونالدينو يعني احب لاعب على قلبي. انا احب اللاعب ده من كل قلبي. والله انصحكم دائما تفتحوا مقاطع رونالدينيو اذا تبغوا تستمتعوا، يعني لاعب مبدع والله بمعنى الكلمه. طيب يا اخوان، خلونا نرجع. يعني بصراحه بعض الالغاز والله اطول فيها، فاكتشفت ان اللغز ذا في كيف لازم كل سنه نفتش فيها. انا الى الان جبت شمعتين، جبت شمعه يا جماعه الخير ب 2022 جبت شمعه ب 1987. اعتقد احنا راح نجيب شمعة ب 1951 عشان نروح بالزمن
الى 1951. قلت عليه بس اخذ صوره كذا. حلو حلو، هذه الشمعه، هذه الزرقاء، بس اعتقد باقي لي الخضراء، ما ادري كيف راح اجيبها. احنا نشيلك كثير. اوكي ما عليكم، راح ارجع له. يعني يقول متى الصفرة كيف تروح له؟ يعني كيف يعني تعدي من عنده؟ خلو بس اروح جهة الخزنة، اكيد في خزنة هنا. انا خل اشوف كذا. هلو، اه في احد هنا؟ Excuse me. Me again, Father. Nancy. Look, I did it. I finally did it. You have to understand. It was like living with a monster. No, he never loved me. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. He wasn't a vile, disgusting, despicable piece of garbage. You know, he just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. It chased him. It haunted him. It haunted me. The gas chamber. He took so many innocent lives. He destroyed them. Who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see a void, emptiness, nothing looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken, but none. Anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. راح ما ادري هل اللعبة تنظر مني اني افتح الباب ده. خلاص خلنا نكمل دحين منه، خلاص خلصت كلامه وقعد يقول الكلام ده. بس خلنا ندور الخزنة بالبداية، نحتاج الخزنة عشان اقدر اخذ الشمعة الزرقاء. هيكو لازم ارجع بالزمن. لا والله كنا زي كذا، لازم ارجع ل 1987 و... واستخدم الخزنة. فبالله بس خلونا نرجع على السريع. والله رهيب التنقل ده صراحة، شيء مو سيء. اوكي هذا الخزنة، هاي التخزين. المشكلة المذكرات حقتها دي ما اقدر. خلنا احط الشيء ذا، وخلنا احط الكراك المكسور. والله اعتقد راح اشيل اشياء قدام، ف مطرقة راح احتاجها انا. خلنا اشيل المطرقة كمان عشان ما ادري ممكن بشيل زيادة كمان، فما فيني كل شوي ارجع ل 1987. 2022 خلاص رحنا، الحين خلونا نروح هنا وناخذ الشمعة الزرقاء. اعتقد كمان في اخر شمعة راح نجيبها من هنا، اعتقد الخضراء. الباب لسه ما بدنا نفتحه. خلو بالبداية طلع جهة الجرس فوق، اشوف يعني هو نفس المكان بس ايش بزمن ثاني. وهو على بال انه الباب فتح. خلو دحين نروح من هنا ونشوف. اعتقد لازم ارجع الزمن اللي ورا اللي هو كم؟ 1987. دحين معي الشمعات كلها يا جماعة الخير، معي الشمعات كلها. خلونا نرجع لين نشوف. هو انا متاكد كل متاهه احط عندها شمعه.
كل متاهة يا جماعة الخير أحط عندها شمعة، وأنا ملاحظ صراحة فوق كل شمعة في صورة، ولما كنت أجي هنا كان أحط لي صورة، هنا في صورة، هنا في صورة، فأعتقد من كل متاهة الزرقاء شوف اللون الأزرق أحط عندها الشمعة الزرقاء عند الصورة اللي زي كذا، أتذكر إن المتاهة الحمراء أحط عندهم الصورة اللي زي كذا، أحط الشمعة يعني الحمراء بالمتاهة الحمراء عند الصورة اللي زي كذا. فا خلني بس اخذها الصورة عشان اشوفها واضحة. اوكي اوكي هذا معناته الصوت صحيح. هل بيجي لون على احمر؟ لا والله واضحة. اوكي اوكي هذا الشيء راح يسهل يعني اللغز ذا بشكل كبير. خلينا نشوف ايش عندنا. الاخضر. كان في متاهة خضراء هنا. الاحمر والاخضر. اخضر الصورة دي. والحمرة الصورة هذيك. فكرة متاهة الخضرة هنا الزرق. لا ما نبغى الأزرق ولا الأصفر. الأزرق والأصفر رجع أعتقد بالزمن اللي بعده. صورة ذاك فجعني اللي طلعنا فجأة هنا كذا أول عند المكان ده. هذا حين خلونا نروح بالبداية المتاهة الحمراء. خلونا نروح يا جماعة آخر المتاهة الحمراء. وروح نحط الصورة نحط الشمعة. علاش نحط الشمعة عند الصورة اللي زي دي مو اللي زي دي اللي زي دي. فبدأ بس خلونا نشوف الغرفة ذيك فين. اوكي اوكي انا ما فهم الصورة دي كيف كذا ليه ثواني بس. ايوه انت صورتك بالاحمر واحنا بالاحمر يبكت زمن ثاني عشان لما اجي الزمن ذا بالاحمر هذا صورته ما هي فيه عشان لما ارجع بالزمن انا متاكد هي زمن ثاني. طب خلونا نروح الاخضر. خلونا نروح الاخضر هذا طلع نروح له ب 1951 اظن. يعني صراحه حلوه الغاز باللعبه دي. الحين بس خلونا نطلع من هنا نروح يا جماعة الخير للي هو يعني نرجع بالزمن. بس والله ما ادري الشمع الشمعة يا جماعة الخير الخضراء اللي هنا. واضح بس اطلع من هنا وروح المتاهة الخضراء. المتاهة الخضراء كانت صورة الحريم اللي كيف اللي بصورة واحدة. فخلنا نروح نشوف. يعني الخضرة ما ادري صراحة ذا هنا ولا لا. يعني المفروض ان نلاقي ذحين صورة الصورة دي نلاقيها لما تكون الصور دي جنب بعض. اها اوكي هذي في هنا. خلينا نشوف خضرة ان شاء الله صح. اوكي صح بس الحمرة ليه ما جات؟ الحمرة ترجع بالزمن. الحمرة ترجع بالزمن بس هنا لازم بالزمن ده اعتقد لازم نحط شمعة زيادة من بالله. بس معليش خلوني ارجع جهة المتاهة الحمراء واحاول احط على كل الصور الشمعة الحمراء واشوف. يعني هذا زبطت بالصورة الثانية ما ادري ليش ما زبطت. خلوني اجرب خلوني اجرب خلوني اجرب احط الشمعة الحمراء هنا. ما صار شيء هنا. هنا ما صار شيء هنا. هنا يا جماعة الخير
حتى هنا ما صار شيء. خلونا نطلع من الزمن ذا اجل ونرجع للزمن هذاك اللي اعتقد فيه زي القاتل اللي حقنا 1957 اظن. خلونا نرجع يا جماعة الخير ونشوف. يعني اول شيء بسويه بروح جهة الاحمر، جهة المتاهة الحمراء. معقولة كل بقية الشمعات احطها بال يا جماعة الخير بالزمن هذا 1951 2020 ما في شيء. يا لطيف والله الزمن ذا يفجع مرة. خلوني اجري كذا واشوف، ان شاء الله ذاك ما يطلع لي بالبداية. ايوه بالبداية قبل ما اروح خلوني اخذ العلم من هنا. اوكي وريني انت بالايش نحطك، انت بالايش نحطك بالاصفر. اوكي الصفر صورة الشايب، الاصفر عبد العزيز تنسى، وصورة الحرمة بالازرق. صورة الحرمة يا جماعة الخير اللي كنا ملكة بالازرق واضحة، والاحمر بالاحمر. خلاص هنا تحط كل شيء. بس هل هذا راح يطلع لي؟ يعني الان ما مت باللعبة. ابو شكلك، استغفر الله استغفر الله. لا مش طبيعي. اوكي روح سيده، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي خل اروح من هنا. والله اضحك عليكم لو اقول لكم ما هو قاعد يفجعني. والله مو وقت ضيع حتى الكلام يا جماعه الخير، الكلام لخبطت فيه. خل اروح من هنا. اوكي هذا نحطه هنا. ايوه الاحمر هنا. يعني يا جماعة الخير والله قاعد العب اللعبة لحالي، ودحين عندي الساعة 3 بالليل. مرة يعني الجو رعب علي زيادة. مش كبرخ عندي الصوت لساته عالي. اوكي. مو مرة نكتم الصوت. جهة الاخضر ايش كان فيه؟ ان شاء الله ما يطلع لي هنا عاد. جيت الازرق ذا، جيت الاخضر، الرجال الشايب ذا. والله اكثر مكان مرعب من بدايه اللعبه المكان ذا. اكيد راح يطلعوا لي الحين كمان، بس ما ادري هل يقتلوني ولا لا. والله ما ادري، يعني زي ما اقول لكم اللعبه مدد فيها انك تموت ولا لا. هنا نحط صورة الشايب، نحط الشمعة عند صورة الشايب. اوكي تمام خلاص يحرك. ليه المفروض انه صح هذا الصوت هذي. اوكي لا الاخضر ايه، لو الاخضر خلصنا منه. ايش باقي لي اجل؟ لطيف عبد العزيز انت كم صورة اخذ. اوكي الاخضر الحرمة دي، بس انا ما حطيتها. بقي لي الاصفر، لازم اروح المتاهة الصفراء والمتاهة الزرقاء. المتاهة الصفراء والمتاهة الزرقاء. اطلع من هنا، اطلع. الصفراء والمتاهة الزرقاء. والله خلاص تعودت عليهم الله ياخذهم. المتاهة الصفراء والمتاهة الزرقاء. روح للزرقاء. الله ياخذكم. اعوذ بالله. يا ما اتفق اللعبة دي ما فيها اني اموت، يا ساتر. كيف كذا من لعبة نفسك لازم اموت ولا ايه؟ والله كنت قريب احلى اللغز. ايش معك وريني. اوكي بقي لي شمعتين بس، الخضراء والزرقاء.
يا اخذ ذاك ردني هنا. اوكي خلنا ناخذ صورة سريعة هنا، صورة سريعة هنا. وخلاص الحين نرجع من جديد. اوكي بس بلا ثواني، المنتهى الزرقاء صورة مين بالمنتهى الزرقاء؟ صورة الحرمة ذي والخضرة صورة الشايب. الخضرة انا مو خلصت منها. خليني اروح للزرقاء، خليني اروح للزرقاء. والله الخضرة كني رحت وحطيت الصورة ولا صار شيء. اوكي الزرقاء صورة الحرمة ذي اكيد اكيد صح. ما ادري ايش راح يصير بالنهاية. ايت غرفة ابغى الخضرة، هذا معناته اني قريب اموت. بس الخضرة بالزمن ذا ولا الزمن الثاني؟ هذه الخضرة، هذا الخضرة تخلي من هنا. صورة الشايب اوكي. استغفر الله العظيم. المشكلة ما ادري ايش النظام، يعني متى راح اموت متى؟ اعتقد لو طلعوا لك اربع مرات هذا معناته راح تموت. خلاص باقي لي اخر شيء مع جماعة الخير. هانت اخر شيء مع جماعة الخير. يعني لغز طويل بس صراحة حلو. اوكي الخضرة سيدة بعدين يسار تحفظها، والشمعة نحطها عند صورة الشايب. ان شاء الله ما يطلعوا لي هنا عاد. هيا اوكي اعتقد هو زي التايمينج توقيت، يعني إذا جلست دقيقتين جوة اللعبة ما طلعت الحل يا حبيبي راح نطلع لك من هنا. أوكي الحمد لله عند صورة الشايب. حلو حلو، هل كذا خلاص حلينا اللغز ده يا ناس؟ كيف كذا بالله؟ شوف يعني أنا بالله غلطان أنا. لا اوه الا والله غلطان عبد العزيز، هذا اصفر مو اخضر يا حبيبي. اوكي ما عليك راح اموت، معلش يا جماعة الخير اعترف والله بلاها مني. خلاص الاصفر عرف، معلش استحملوني يا اخوان. الله كعبر انه اخضر، الله يهدينا ما حمضتها زين. الغرفة الصفراء من هنا؟ خلاص هذا آخر شيء. بس ما والله ما أدري، أعتقد راح أموت صراحة. حلو حلو الحمد لله الغرفة دي قريبة. عن صورة الشايب ده. لا كيف مي في هنا؟ طيب خلونا نرجع بالزمن. خلوني يا جماعة الخير أرجع بالزمن. الحمد لله جبت المخرج على طول. هو كله باقي لي شمعة واحدة. فخلوني ارجع بالزمن. اي عاد رجولة مو معقول راح تقتلوني هنا. اوكي. نروح على الغرفة الصفراء. وين هي؟ ايوه من هنا. المفروض اني الاقي صورة الشايب هنا. ونحط الشمعة الأخيرة وخلاص نخلص.
يعني ما بقى الا صورته بس. حلو حلو اخيرا. طيب الحين انا ايش استفدت الحين؟ ها والله اتوقع هو في التابوت حقها، اعوذ بالله فوق. ما ادري الحين ممكن يطيح. شايف هين؟ هل ادير الصورة؟ او ممكن الغرفة؟ ها؟ حقت ال حقت الاعتراف من هنا؟ والله مو من هنا. نجي على هنا نشوف، ممكن الوضع هنا اختلف. يعني ورا ما صار شيء، ومو معقولة ترجع للمتاهات من جديد. نشوف ممكن الجرس هنا لازم ندقه، في كيف شيء زي كذا. خشبة؟ أو مفتاح؟ أها واضح مفتاح، إيش ما يبغى لها؟ مفتاح غرفة الاعتراف. خلونا الحين نروح غرفة الاعتراف. خلونا نروح يا جماعة الخير، بس استعدوا ممكن بأي لحظة يطلع لنا شيء. ممكن يطلع لنا مقنع ذاك يقتلنا، الله يستر، فلازم ننتبه. يعني صراحة اللغز ذا مستواه كان عالي، ما كان سهل صراحة. ليه هذه مكتوبة غرفة اعتراف؟ اوه لا مو ذي. اوكي مو ذي يا جماعة الخير. نرجع عام 1951 نفتح الغرفة اللي كانت فيها الحرمة تبكي. يا حبيبي الله يستر. بس والله عجبني التنقل كذا. اوه كيف كذا؟ اوه انا هنا معلش. ايوه عجبني والله التنقل كذا لما تاخذ صور مرة صراحة، نظام رهيب. هذا اللي ابغى افتحها، وريني كذا. بسم الله. يعني المفروض انه في حرمة هنا. ايوه زي ما توقعت ما في احد. هانز غورينغ. مين هانز ذا؟ 1951. اوه ايش اخذت انا؟ بله ثواني. هذا انت بتجيني هنا؟ يا اخي اصبر يا اخي، استغفر الله العظيم. اوكي اجل من عندك الطريق. ولازم اروح 2022. والله كله ماشي صح. انا ايش كان في شيء يبغاله؟ يمكن هنا؟ لا والله. 1944 كان ناقص الاي. ونديها الصورة. بسم الله. ها الله يستر. شفنا عظم. ايش استفدت كذا يعني؟ ابغى احررها انا بس عشان تهجم علي يعني ولا ايه؟ ايش بقي معايا انا؟ مستحيل اروح المتاهات، مو معقول عاد ارجع لها. انا اتوقع ارجع عام 2022 واخر كذا. Is this her skull؟ ايوه ايش كمان؟ انا ايش ابغى جمجمتها يا جماعة الخير؟ اوه صار في باب هنا. ليه طلعوني من المكان ده وردوني البيت حق الجد افضل؟ يا سلام. والله لعبة حلوة صراحة، انا يعني صراحة جدا مستمتع فيها. يعني الغاز صراحة مستوى يعني مستوى ثاني صراحة. انا لازم اطول ورايا.
اكيد انا راهن يا جماعه الخير انه راح يطلع لي شيء قبل ما اوصل الباب، يعني مو امس لعبت لعبه رعب انا. طلع لي شيء؟ اوكي ما طلع لي شيء. It's sealed off. اجل ذحين يكون في شيء انا ماني شايفه. والله هم اذكياء يعني ما يطلعوا لك الفجعه لما تكون انت متوقعها. يا اخي طب حاول تكسره. في شيء مختلف في الصوره؟ لا والله. هنا اوه الصور دي افتكر جمعتها الحلقه الماضيه. والله قاعد تحاول تفعل معهم كلهم يعني شوف اذا ما يمسكها. اها هذا معناته ماشي صح. يعني صراحة بعض الأحيان أصور أنا عشان اللعبة معتمدة على التصوير، تصورت بعض الأحيان ممكن المكان كله يتغير، فعشان كذا يا جماعة الخير بعض الأحيان أصور. جميل. شايفين؟ شايفين إني ما كنت غلطان؟ إنه مصير راح يطلع لي شيء. يا الله والله كعبة اللعبة دي ما فيها إنك تموت. من اللعبة نفسها. تطلع لي كمان يا حبيبي امشي بالظلام، الحين ما راح يطلع لي شيء واضح. والله بس من جد لما يقول لك لعبة مرعبة يعني هذه حطها بالتوب. رجعت من جديد. يعني ما ادري هل يبغوني ارجع لورا ولا ايش النظام؟ يعني انا عارف راح يطلع لي ذحين. اش 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 رد. والله ما ادري فين راح. اوكي الباب الباب ذا. لك في اتك في اتك. الصوره كانت في اول. ايوه كانت فيه. خلاص خلينا نطلع من هنا. يا لطيف طولنا هنا. ايش بنزعم مهله كذا؟ حلو التليفون يدق. كل ما اسمع والله كعب لوحدنا، كل ما اسمع صوت التليفون على طول اتذكر زد في 7. بس ما ادري من الحلقه الماضيه يدق وكل ما اقرب منه يقفل. جون جون. This is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. I was able to finally get the information you asked for, and the truth is, I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual of which very little is known. 7 sacrifices, 7 mutilations. مساتر سبعة. I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me as soon as you get this message. Is that what she's after? قال لازم نضحي بشيء عزيز عليك. عارفين التمثال ذا كذا لف بعض الحين الاقيه مختفي، كل شوي الاقيه في مكان. بس انا عارف لازم اروح جهة القبو. جهة القبو يا جماعة الخير. خ
خلاص رحنا كان في بير. وهنا الخزنة. هنا ايش فيه؟ ايوه هنا في باب فتح، جبت المفتاح الاول. كان صار مفتوح. لا لا جبت المفتاح الاول شايفين؟ كمان جبت بداية الحلقة الماضية. او جمجمة مدسنا هذي. جبت يا جماعة خير الحلقة بدأتها الحلقة الماضية. بس الجمجمة أنا فين أحطها؟ هنا على الكرسي ده يمكن؟ لا لا مو هنا. هنا منتظرين نحط شيء هنا. لا لا أوكي الحمد لله. أجل لا مو هنا مو هنا، أطلع من هنا. أيوه في غرفة واحدة، في غرفة واحدة افتكرت. أيوه لسه مي مفتوحة اللي هي غرفة الساعات وكذا. خلونا نروح جهتها. فما ادري كان قاعد يقول لازم، كان يقول لازم نضحي بشيء. خلونا يا جماعة خلونا نجي غرفة مدسون هذه اللي هنا. ما ادري ممكن دحين الوضع فيه اختلف. انا ايش لقيت هنا الحلقة الماضية؟ هذه هذه الصورة كذا. عندنا شيء هنا. حلو حلو في مفتاح هنا. هذا مفتاح ايش؟ لا بس خلنا نلفها زين. مكتوب بيسمنت. I think there's something else under that plank. في شيء ثاني يقول. واللعبة ما انتظرت نحط شيء هنا. يا رجل شيله بيدك تمزح انت. صدقوني الاشياء اللي هنا ما كانت من اول هنا. حلو حلو شفت الصراصير كذا لازم تباعها، دائما تدلنا على شيء. صدقوا راح انتبه ان شاء الله. المكان اللي جيت الحلقه الماضيه شفت كيف؟ لو قعدت اتبعها كانت راح تدلنا على المكان اللي ابغاه. حلو حلو هذا سر من اسرار يعني اللي باللعبه. الحين خلوني بس ارجع. اعتقد عندي كريك بس والله مكسور. اعتقد بالكريك يا جماعه الخير اشيل اللي هو الخشبه. لما اشيل الخشبة اشوف ايش فيه. ايوه ابغى اخذ انا. اعطيني كريك المكسور. تخزين ايش في شيء هنا ما راح احتاجه؟ والله كل شيء تحتاجه بس البيسمنت يا اخوان. مو خلاص خلصنا منه؟ لا لا ما خلصنا منه. يعني احنا كده عارفين يعني احنا شفنا اللي هو البير. يعني لو شفتوا الحلقة الماضية انا جهة البيسمنت كان في غرفة حمراء، والغرفة الحمراء اديتها الصورة بالكاميرا. معليش مو غرفة حمراء، باب احمر اديته الصورة. لما اديت الصورة ما ادري فجأة كده وداني مكان جهة بير. فما ادري ممكن كان اتخيل يعني مو البيسمنت الحقيقي. دحين خلينا نشوف ان شاء الله كريك. حول ولا قوة الا بالله. اوكي شكله ارجع بعدين هنا. والله ما ادري الشيء الثاني هل هو مهم ولا لا. طيب خلنا نروح جهة البيسمنت. فالكراك افتكر انكسر عشان لما كنا نحاول نفتح البير. يا جماعة الخير لما كنا نحاول نفتح البير انكسر الكراك. فما ادري دحين ممكن، والله ما ادري صراحة، ممكن الاقي لنا كراك ثاني بالمطرقة ممكن. والله ما اعتقد كم بدنا نشيل خشبة بالمطرقة. اذا خلنا نفتح الباب، خلنا نفتح الباب. راح ما ادري صراحة يعني الشيء اللي تحت الخشبة ذيك هل هو مهم؟ اوه هذا البيسمنت الحقيقي شايفين كيف؟ ايش الصورة دي؟ بسم الله. كيف كذا؟ والله ما ادري ايش قاعد يصير. هو واضح راح يطلع لي شيء. هذا ايه ذا؟
هل في شيء هنا تضرب مني اني اجيبه؟ او في عندنا خزنة هنا، ليه حطي لي خزنة هنا؟ كل الاشياء اللي ما اعتقد نحتاجها. اها، كل ما دق دق يا اخوان الوضع اختلف. فين هذي؟ يا حبيبي انا في مكان كبير انا. اوه منتظرين اطلع شيء هنا، انت تمزحون. اوه لا اخذك فيه. فين الباب اللي انفتح ذا؟ لو معك كشاف بس. والله ما ادري وين شاف شيء هنا. الصناديق ذي طيب. ممكن اروح مكان ثاني دحين. اوكي اوكي هذي. حلو حلو. حديد يا جماعة الخير. ها هذا معناته برجع، بس ايش يعني لازم تسرع من التحميل. اوكي شفت التمثال، شفت التمثال اللي اكرهه ذا. كل شوية الاقيه في مكان. هو حيطلع لي شيء اكيد 100%. نعم من هنا؟ والله ما ادري. انت نسوي عندك شيء؟ انت والله ما بدي حتى تتفاعل معه. اكيد اكيد هي قاعد تنطبخ الخلعة يا جماعة الخير، فاستعدوا. بس ما ادري ليش الى الان ما جاء شيء. اوكي اوكي دي الصورة. واضح دي صورة ثانية. كل واحد فيكم ادي صورة واضح. مو معقولة كلكم اديكم صور. ما مدري صورة من الصور فجأة راح تطلع للجنية ذيك. والله اني داري والله. ها في واحد فيكم حقيقي؟ هنا؟ ليه طلعوني من هنا؟ اخر عني! انا اطلع بس. انا دحين فين ابغى اروح؟ ايوه بروح عشان الخشبة ذيك. ابغى اروح عشان الخشبة ذي واشوف ايش في تحتها. معقول الشيء ذا اللي هنا جدا مهم لدرجة اني رحت وجبت الحديدة ذي، يعني طولت لما جبتها بس عشان اشوف هنا ايش فيه. وريني هنا ايش فيه. اوكي اوكي هذا. Is this the ring she mentioned in her diary? هذا خاتم ذا، خاتم شكله زي كذا والله كأنه صحن حلاوة. أنا إيش أسوي بالخاتم ذا؟ أنا إيش؟ God. My eyes burn. عيونه تنحرق يا جماعة الخير. God. I need to get out of this fucking house. دفتر ملاحظات، ليش ابغى افتح دفتر ملاحظات انا؟ افحص اوكي. طب انا معي خاتم دحين.
هل كان في مكان يقول يجيب خاتم بعدين نتفاهم؟ راح الدولاب لا شيء فيه، ما ادري كيف تفتحه. اه بالحديده يا اخي، الحديده ليش رميتها؟ اوكي لا لا لا، يعني شيء حلو انه لساته معي الحديده. هل استخدمها هنا؟ اوكي في باب هنا محطوط فيه ساعة، ممكن الساعة دي اقلعها يا جماعة الخير، ممكن الساعة دي اقلعها و وريني كذا. ايوه يا اخي طب جربت. اه والله مو ذا الحل. هنا هنا ما يجيب لي خيار الا انه يطل كذا، نسمع صوت الساعات وفوق ما في شيء. هنا ايش فيه؟ يعني في ساعة بس ما يبغى ياخذها. والله ما ادري شيء غريب. طبعا هذا عمان الحديدة، هذا الحديدة نستخدمها هنا. اوه اوكي معناته صح، بما اننا سمعنا الصوت ذا معناته صح. اوه الغرفة دي اوكي، الحمام ذا كان مفتوح من اول. لا والله ما تسوي شيء هنا. الخاتم تحطه هنا ممكن، والله ما ادرون يمكن خاتم الزواج مكتوب. ولا والله هنا ما تسوي شيء، ولا خزنة هذه لسه ما بدنا نفتحها. والله ما ادري، انا سمعت صوت قل لي عقلي انه من هنا. فين نستخدم الخاتم؟ القبو ما اعتقد ننزل القبو. هل هذه غرفة يعني الحين صارت مفتوحة؟ لا لا لا، فوق والله ما اعتقد تطلع. والقبو ما اعتقد ترجع. هنا نحط شيء هنا. اوه حط الحديدة هنا واخذ المنشار. معقولة؟ انا ما اعتقد. اوه الحديدة دي ما ادري كيف اخذها. هنا جيت انا ليكون الخاتم، ليكون الخاتم احطه هنا. انا ما تحط شيء يا شيخ، قفل بس ما تحط شيء هنا. انا حتى ما جبته من هنا والله ما ادري. خلينا نشوف يعني ما بقي الا الجهة ذي اللي هنا. بليه ثواني خشف الخاتم. يعني كل عقل ممكن في له رقم في له شيء، بس والله ما ادري ما شاف اي شيء. بس بما انه الحديد لساته معايا، انا اعتقد انه ممكن لعبة تبغى نستخدمها. وريني هذا. حلو حلو، انا عارف الخاتم ذا فنستخدمه. اعوذ بالله، حتى ما ابغى اشوف كل الصور. هنا تحط الخاتم، هنا تحط الخاتم وتحط الجمجمة. جبنا اثنين، بقي لنا اثنين. تحط الحديدة ممكن كمان. تخيلوا. ممكن احط مذكراته، كاميراته، كريكو. خلاص خلاص خلينا نطلع من هنا. خلينا نفتح الباب ذا، حلو صار ما ادري افتحه. يا سلام، افتح لي كذا وريني. تحية بداية اللعبة نفسي اعرف ايش فيه. هذا اقرا عندما يقضي البرت الليل في العمل.
على منقلب رأسا على عقب. هناك أصوات طقطقة في جميع أنحاء المنزل. غضب ألبرت مني لإضاءة الشموع في جميع أنحاء المنزل، ولكن لسبب ما أظن أن الضوء يحمينا. خلينا نشوف كمان إيش فيه. خلاص ما في شيء. خلينا ننزل هنا. أكيد 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 أكيد. في اشياء مو شيء مفيد هنا. هذه حلت زي الحلقة الماضية. هذه اوف، هذه اون، هذه اون. والله جبت من اول مرة صدقوني انا معلم. هذه اون، اوكي اوكي عبد يسبق لك اثنين. والله هذه انا اقول اون بس يعني اتوقع اني راح اغلط فراح احطها اوف. اوكي الاخيرة هذه يا جماعة الخير اون. خربت على خير الخسارة. والله كان بقي لي واحدة بس. هذه اوف. اوكي خلاص عاد جبت العيد انا. اوكي اون. اوكي اوف. هذه اون. هذه اوف. هذه اوف. هذه اوف. هذه اون. هذه اون. هذه اون. هذه اوف وهذه اوف. هذا اللي راح اجيبه من اول مره. هنجرب كذا. اول وحده معروف، اول وحده بس نجرب. فهذه اون واللي جنبها معروف اون، وهذه اعتقد انها اون كمان. هذه دائما تجي اوف. اوكي معقوله اجل اخر اثنين اوف ولا كلها اون. كلها اون ما عدا الاخيره اوف. ايش ابغى احط انا؟ كريك الحديدة. ايش ابغى احط هنا انا؟ هل اللعبة كانت منتظرة مني اني اوصل هنا معاي شيء كذا؟ صوري، ذكراتي، كاميراتي ممكن اخليها اقوى. الحديدة والله ما ادري ايش تسوي هنا يا حبيبي. انا ايش استفدت بمن شغلتك؟ عندك صورة ممكن تجيب لنا شيء جديد؟ والله شايف حبل انا. هنا هنا ندق شيء هنا؟ لا لا ما ندق شيء هنا. الباب قفل عليه ولا ايه؟ ايه انا شو استفدت بما اني شغلت الماكينه دي؟ الزرديه دي اللي بكل العاب الرعب. خلونا نحميها كذا. لا والله ما نحميها فتاه من عبد العزيز. والله الحمد لله اني انتبهت. يعني انا اوريدي خلاص عارف يا جماعه الخير من فين استخدم الزراديه دي. يعني ما راح افكر حتى اروح سيده، عارف فين استخدم الزراديه دي. هذه يا جماعه الخير استخدمها هنا عشان نقطع السلسله دي. ايش بنلاقينا شيء مهم؟ انا اتوقع مفتاح ممكن. صورة. انت تمزح ولا من جدك؟ بس عشان مقتنعة الحمرة دي حاجة يعني من اشياء الكولكشن يعني. فهم في مكان يا جماعة الخير كان يحتاج حديدة. انا متاكد ومستعد اراهن كمان انه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كمان والله هنا ما ادري من اول دقيقتين باللعب وانا احاول افتح الخزنه دي صراحه ماني قادر. اتوقع نهايه اللعبه نفتحها. والله ما ادري صراحه ايش بقي. أدري إيش بقي. أنا كل عقلي راح ألاقي شيء مهم هنا والله صراحة. خيب ظني. هنا كان في شيء أحتاج له حديدة. ممكن أحط الحديدة مكان المنشار. هنا تحط شيء والله بس ما. والله دوب اللي عرفت إنه مربوط.
ومكتوب عليه do not use يعني لا تستخدمه، يعني الرجل واضح. يا جماعة تأخر يعني أبدا ما كنت فاهم القسم ذا، كان على بالي من شهر. طلع لا والله الكرسي ذا الله يكرمكم حق الحمام كان مقفل. شوفوا كيف قفلوا علي. أوكي على بالك بس شوف هنا ايش فيه. How many times do I have to tell you there's nobody in this house? Al. I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. واضح إنه كانوا زي كذا يهرجوا ألبرت وزوجته. There's no one here. It doesn't. خلونا على بال شوف ايش فيه هنا. Real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. في صورة حمراء افتكر لقيتها الحلقة الماضية. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick for the Lord's sake. Not. بس اللي أخذت هذه الطوبة حقتها هي إيش بلا معلش؟ كنت رخرة ثانية. أيوة. أوكي. أروح أحطه عند حق الحداد. عشان الماكينة اللي كنا شغلناها. أروح جيتها. وبس. نكسر الخرسانة. وجوتها شيء من الأشياء اللي نحطها بال عند التمثيل الأربعة. Everything started the day we brought that fucking book to this house. It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here. Wait a minute. This is... You're paranoid, Elizabeth. It's 4 a.m. Go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. ويلك واضح كان في بينهم مشاكل. خلاص نطلع من هنا. يا عذروا قولوا مو معقولة بطلع لي شيء. خذك صورة كذا. حلو 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 حلو. خل اروح من هنا وخلونا اروح نسوي الشيء اللي توقعته انا، بس ان شاء الله ما يطلع لي شيء يعني. دحين فترة حلوين يعني ما يطلع لي شيء، فان شاء الله تكمل يعني الفترة دي وما يطلع لي شيء. لا والله ما تحطه هنا. ايوه يا جماعة الخير افتكرت لما اطلع بالسلم على فوق افتكر كان يعني اي في خيار كذا انه بدك تسوي شيء هنا بس لازم لك ايش الاداة المناسبة. فالحين مع الحديدة فاعتقد خشبة اشيلها. انا بس اجي من هنا فخلوني اطلع على فوق دحين من هنا. والله انا قال لي عقل الخرسانه دي خلاص يعني. بس كله يعني لسه لازم اجيب شيء كمان. بس نطلع له فوق ما ادري ليش كذا يطلع لك من مهله. اوكي جيب لي الحديده وريني هنا ايش فيه. عجبني الصراحة انه من اللعبة نفسها لما تخلص من شيء يروح من نفسه يعني هو مبرمج. ها وراح نسوي الشيء يعني اللي يعني عكس الشيء اللي امرنا فيه ال الشريط يقول لا تسمع وراح اسمع. انا اتوقع راح يقول لي رقم السري حق الخزن اللي وراه. راح يقول لي الرقم السري حق الخزنه اللي وراه يا جماعه الخير. ما بس ايش خلوني بس اجي هنا واحط الشريط وريني كذا قول نسمع. يعني هو يقول لا تسمع بس حاني اسمع. ليجي هنا عشان ما حد يجي من ورايا. If you are listening to this, blue knees is real. Blue knees? I know I'm not sick.
I know I don't have much time left. The fucking thing. I can feel it breathing right behind me. Singing that fucking song. Over and over and over and over. And over in my head. Oh, Blunies is behind and will find. Blunies, يا جماعة الخير, هذا الوحش بركب الزرقاء. For so long, all alone, where he belongs. مرة اسم غريب. Blunies is behind and will find what he has been looking for. Called the kitchen, where he's written this song. Just for you. هذا معناته بطلعنا الحين هنا جيت المطبخ ولا ايه؟ ابو الركب الزرقاء. والله اسمه مرة غريب. بس هو ذا؟ عدت هنا علم الجدة. والله ما ادري صراحة. ممكن ذحين في غرفة راح تنفتح. خلوني ارجع جهة ال عارفين يا جماعة الخير, خلوني ارجع جهة الخزنة. واشوف انا كنت افتكر في اشياء مع يعني اللعبة تديك اشياء ببداية اللعبة مستنيتك تستخدمها مثلا على نص اللعبة او على نهاية اللعبة. فما ادري انا افتكر افتكر يا جماعة الخير الصناديق ذي يعني اخذتها ما ادري حقت ايه مكتوب صندوق القمر وصندوق الشمس. خلنا نسوي تخزين. ايش مثلا حاط ايوه خلنا نحط الكراي كذا اللي ما اعتقد اني راح استخدمه. وخلنا نشوف يعني انا جربت اكثر من شيء جهة الماكينة اللي شغلناها هذيك. انا ما اعتقد انك بس تشغلها كذا لازم تسوي عندها شيء فما ادري ممكن نحط عندها الصناديق دي. الصندوق الثاني طيب خرسانة اوه اوه نحط الصندوق ذا حق القمر. ايش جوته ذا؟ بس عشان اشوف الصور دي اللي تفجع. هذا أعوذ بالله. وبكذا حنحط الصندوق ذا بما انه حق ماديسون ممكن احط الصندوق ذا. اوه صورة من الصور دي جمعها. حلو حلو اربعة ما بقي لي كثير. الا والله بقي لك كثير. خلي نشوف نحط الصندوق هنا. الا والله تحط الصندوق حقه وتحط خبيته صور الضحايا. بقي لي اخر شيء. اوه الصندوق ذا والله ما كنت يعني ابدا ما كنت متوقع. ايش راح يصير الحين؟ الحين ناخذ صوره ونلاقيها مشنوقه هنا اتوقع. بسم الله. مستنيين اجلس انا هنا ولا استغفر الله سوى الطقس من نفسي. اعوذ بالله الصور. انا مقفل علي هنا. هذا واحد قاعد يدق علي الباب ولا I need to find the four digits to open this door. They must be somewhere. هذا حنصير فيه ارقام. والله كان على بالي ذا الخزنة دي أو الباب ذا. يا جماعة الخير أفتح بداية اللعبة طلع. لا يا حبيبي شوفوا متى تفتحه صار مفتوح. بس ما أعتقد إني لازم أطلع من هنا.
يعني اللعبة منتظرة مني اني اجيب الرقم. والله شايف 7 وشايف 9 وشايف 0 شايف 1 وشايف 7. قول لي الرقم كم طيب عشان افتح لك. والله ما ادري الصراحة، ماني شايف 4 ارقام دفعة واحدة كذا. خلنا نطلع من هنا. اوه عندي شريط هنا. اوكي الشريط رقم 3، رقم 2 ما سمعته. اي خلنا نسمع رقم 3. خلونا نسمع رقم 3. لا مو ذا، مو ذا، مو ذا. الله يهديك. اوكي الحمد لله ما اغير. هذا رقم 3 بس بناخذ الا شريط 3. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. They entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds. Does this mean that until they find what they were looking for, that woman is attached to the camera? They're no longer human. Attached to me? They are beyond everything we know. John, I implore you. She's no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about, Madison Hale, and I'll get back to you as soon as I find something. Keep all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message, but please, please yeah, habibi. Be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are Mom. In jeopardy. Chanel, what have I done? I need to find a way to end this. Fuck. لازم نجد طريق للنهال كيف الامر هذا كله. وان شاء الله يا اخوان راح نسوي شيء هذا الحلقه القادمه. الحلقه القادمه راح تكون الاخيره ان شاء الله. اعوذ بالله. المنزل؟ احنا شفنا شيء كذا بالمنزل؟ يمكن نفتكر كان في تمثال كذا على قرون. اعوذ بالله. فواضح لازم اروح جهته، ممكن اخذ له صوره او شيء زي كذا. فباذن الله يا جماعه الخير راح نكمل الحلقه القادمه. الحلقه القادمه راح تكون الاخيره. فاتمنى دعمكم واتمنى كنت خفيف عليكم، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه القادمه اللي راح تكون الاخيره. في امان الله.